خلونا نبدأ بأخبارنا. اللي معانا النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضمن الاستدامة الاقتصادية وأيضا إزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين. أخبار مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعمرو حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن رئيس مجلس الوزراء عرض جهود تفعيل عمل الحكومة الجديدة واطلاعها بملفاتها وتنفيذ المستهدفات المتضمنة ببرنامج عملها لا سيما على الجانبين الاقتصادي والاستثماري بما يشمل تعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص وتمكينه من الإسهام الفاعل في جهود التنمية الشاملة. وجه الرئيس بتقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة بما يضمن استدامتها الاقتصادية وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين مشدداً على الدور المحوري لمسألة توسيع القاعدة الصناعية وتوطينها محلياً باعتبارها هدف استراتيجي للدولة وطريق أساسي لتحقيق التنمية والتقدم. امبارح قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحية تقدير لرئيس مجلس النواب على قيادته الحكيمة والرشيدة لكل أعمال المجلس مضيفاً تابعت المناقشات خلال الجلسة حول برنامج الحكومة وكانت تستهدف الصالح العام وهذا يعطينا الثقة أننا سنجتاز كل الأزمات بما يلبي صالح الوطن. وجاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن برنامج الحكومة الجديدة. وتعهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن كل التوصيات والملاحظات التي أثيرت من اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة أو خلال الجلسة العامة بمجلس النواب هي محل تقدير وستعتبرها الحكومة ضمن إطار تنفيذ البرنامج خلال الفترة المقبلة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى الفريق أول مايكل كاريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً. تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العملية ومواكبة التطورات المتلاحقة في العلوم الهندسية والتكنولوجية بالتعاون مع كبرى الصروح التعليمية الدولية استقبلت الكلية الفنية العسكرية عدد من طلبة جامعة الشمال الغربي للتقنيات المتعددة الصينية MPU لتنفيذ المعسكر الصيفي الدولي بهدف زيادة أواصر التعاون وتبادل الخبرات العلمية والأنشطة التدريبية بين الجانبين لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات البشرية والتكنولوجية المتقدمة.